ونبدأ نشرتنا الرياضية مع النادي الأهلي اللي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للعيبة أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية في إطار تجهيز اللعيبة بالشكل المطلوب للمباريات اللي جاية. وأدت اللعيبة فقرات بدنية متنوعة بداية من المران قبل الانتقال إلى تدريبات التخصص وتقسيم كرة قوية بمشاركة الجميع. والفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي واصل أداء برنامجه التأهيلي اللي بيخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم قبل استكمال الفقرات بالجري حوالين الملعب، وده وفقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله. كمان الحكم الدولي المصري محمود عاشور تواجد حكما للفار لتقنية الفيديو الفار في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين نيجيريا وكوت ديفوار واللي هتتلعب بكرة 11 فبراير. الثنائي المصري نوران جوهر وبروان العربي تأهلوا للدور نصف النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش اللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 6 ولحد 10 فبراير بقيمة جوائز مادية وصلت ل 82,000 دولار. مصر تصدرت جدول ميداليات البطولة الأفريقية للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 واللي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بداية من 2 فبراير، وحقق لاعبين ولاعبات منتخب مصر لرفع الأثقال 43 ميدالية متنوعة لحد دلوقتي بواقع 26 ذهب و12 فضة و5 برونز. كمان محمود حسني لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال بوزن 102 كيلو جرام حقق الميدالية الذهبية بمنافسات الخطف وفضيتين الكلين والمجموع ببطولة أفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية، وحقق ياسر أسامة فضية الخطف وذهبيتين النطر والمجموع بنفس الوزن. كمان توجد سارة سمير نجمة منتخب مصر لرفع الأثقال بجائزة أفضل لاعبة لبطولة أفريقيا، وحققت سارة في وزن 81 كيلو جرام 3 ميداليات ذهبية بمنافسات الخطف والكلين والمجموع في البطولة. عبد الرحمن عبد الرازق لاعب منتخب مصر للبارا تايكوندو حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 وده بعد ما توج بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة باريس والمقامة في العاصمة السنغالية داكار. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ومرة تانية نرجع لمحمد وباسانت نكمل معهم فقرتنا. متشكرة يا لميا، شكرا لك.